احنا بعتنا لهم تلغراف النهارده المونيك. امبارح الاخ مجدي عبد الغني اللي عمال يجعجع راس اللعيبه وفلوس اللعيبه. قلت له انت يا ابني رئيس جمعيه محترفين اللعيبه ولا؟ طب انا عندي بقى خمس لعيبه متبردين. فانسان ابو ليد قال لي هات لي اسمائهم ونشطبهم. لان اللاعب اللي يتمرد على نديل ما يستحقش لا يلعب في المنتخب ولا في اي نادي. فانا منتظرهم المذكره هتروح دلوقتي تجيب الكوره يوديها الاتحاد ومنتظر قرار. واقعد انتوا بقى لا انتوا عايزين تجيبوا قوت يعني حتى الطمع بتاعكم وانتوا بتتفقوا مع انديه ثانيه خلاص. انت كنت بتاخد 7 مليون او 7 مليون هتاخد 15 مليون يعني 8 زياده ومش عاجبك وعمال تبتزل الناس. هو في ايه الجشع اللي انتوا عايزينه ده؟ امال لو كنتوا رجعتوا بكاس العالم كنتوا عملتوا ايه؟ ده انتوا خيبانين كلكم خيبانين كلكم في الشتيم كله. ايه في ايه؟ انتوا عملتوا ايه؟ دي اسهل مجموعه كانت هتجيبوها في مصر. ده انتوا اتغلبتوا من طوب الارض. يا ريتوا ما رحتوا. عاملين زي الواد اللي ايه رايح امتحان وجاي من الامتحان. رايح فين يا ابني؟ ابوها رايح الامتحان وجاي من الامتحان. و شرف ليا ان انا رحت الامتحان. يا راجل انت جبت ضغط في كل المواد. فخلي عندكم دم. هذا المنتخب يخلي عنده دم. اسمه منتخب الفاشلين. انتم اسمه منتخب المكسحين. اسمه منتخب المشلولين. الولاد اللي عندهم اعاقه بياخدوا ميداليات اكتر منكم. الالعاب الفرديه شفنا في البحر وخطوط البحر العربي المتوسط كم الميداليات اللي خدوها احييهم دول ولاد مصر الابطال وكل واحد بياخد جنيهين وانتوا عمالين تغرفوا الملايين من انديتكم وفي الاتحاد كل واحد واخد 4 مليون وانا عايز اعمل اعلان وشيل اعلان الطياره وحط اعلان فودافون والقرف اللي احنا فيه وفي الاخر عملتوا ايه؟ ولا حاجه انتوا صفر ولا لكم قيمه كلكم بلا استثناء خذلت الشعب المصري ونكدت على الشعب المصري. والله ده شعب عظيم انه ما قابلكوش في مطار في الجيزه. وجيت برضه تاني لا اصل انا 30 مليون على ايه؟ على ايه مكسح انت هو؟ فمدير الكوره يا واد النهارده مذكره المنسابه بيقول لي دخل اقعد عايز بقى تبقى محترم وتجيب عرض عام محترم للنادي ودول انا عايز امشي في 60 ده في 60,000 داهية تاني مفيش نادي يقوم على رئيس ولا على مجلس اداره ولا على مدرب ولا على لاعب. الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد الاسكندري دي انديه بتاريخها. مفيش لاعب هيقوم نادي ويقعد نادي. التاريخ هو اللي بيصنع الانديه. وده نادي الزمالك. واحد جاي لي بالشبشب، واحد كان جاي لي عليه مع المصر، واحد جاي بشرف مقطع. ايه القرف ده؟ ودلوقتي اللي راكب لي عربيه مش عارف ماركه ايه وماركه ايه ونازلين ابتزاز وقالوا 10 ايام عمالين تتفاوضوا وانتوا اصلا في روسيا بتتفاوضوا وانتوا كنتوا فاضيين للمنتخب. كل واحد واخد وكيله وعمال يتفاوض. فالنهارده استاذ ايمن من فضلك ودي مذكره زي ما اتفقت مع المهندس انا مريده وعنهم ما جيتش.